المسلسل ده يعني جالي الحقيقه في وقت انا كمان بقى كان نفسي خلاص بقى نفسي اعمل حاجه والحقيقه جالي من غير ما انا يعني انا يعني السبب الرئيسي فيه المنتجين الاستاذ عصام كفافي والاستاذه رانيا الجايد. لقيت الاستاذ محمد الحفيظ بيكلمني بيقول لي في ورق، قلت اكيد بقى هتبقى حاجه يعني طالما بيتكلموا يعني الكلام ده كان من فتره قريبه يعني. قال لي وعايزين نخش بسرعه. قلت له هو انتوا يعني ايه بسرعه؟ هو انتوا خلصتوا الورق؟ قال لي ورق جاهز يا استاذ. قلت له انت بتتكلم جد يا محمد؟ قال لي والله العظيم الورق جاهز، لو قريت نبعت لك الحلقات. عجبك انا بعت لك 10 حلقات، اقرا. عجبك تعال اقعد معانا. عجبني. رحت قريت بسرعه. وعجبني. ورحت قعدت. وقعدنا نتكلم واتفقنا كمان بسرعه، ليه؟ لان القصه ان انا ابقى موجود وان اعمل عمل حلو اهم من اي حاجه، وهم ناس جمال جدا فانبسطت بالفكره، وخاصه كمان ان الورق اللي كاتبه الاستاذ فداء الشندوي عامل شغل حلو قوي قوي. الاجمل بقى ان قعدت مع معتز حسام المخرج لاول مره وانبسطت من دماغه جدا، ووراني حاجات عاملها. قلت له بس احنا هنا هنعمل جانرا مختلف عن اللي انت عملته، انت كنت مقدم رعب وساسبنس. فلقيته احنا بنتكلم لقيته حتى في هزاره عنده حس كوميدي حتى في. قلت له طيب ماشي يلا نتوكل على الله وبتاع، وفعلا ده اللي حصل. يعني في اللوكيشن معتز بيدينا جمل كوميدي وبيدينا اداء كوميدي وبيدينا لا شاطر ما شاء الله. يعني شكلي همسك في معتز ده شويه. واضحه من اسمه فارس، يعني فارس ومش ما فيش جواز عادي سهله قوي. هو فارس مش عايز يتجوز وعايز يتجوز، يعني المعضله انه هو بجد مش عايز يتجوز بس هو مضطر يتجوز، واحيانا وهو بيدور على عروسه بيجي له احساس خلاص والله العظيم تنفع دي عسل قمر، تبص يلاقي في حاجه بنت لذينه بوسط الدنيا او هي فيها حاجه غلط او شغلانه كبيره قوي بقى شغلانه كبيره قوي والنجمات بقى اللي بيجوا لنا كمان كل واحده بشخصيتها، فكل مره فارس بيتلون مع كل ضيفه بطريقتها، فالموضوع شيق ولذيذ يعني. ده زائد الضيوف اللي بيجوا لنا غير ضيفات النجمات زي الاستاذ بيومي فؤاد، زي اس زي تيام قمر. تيام عمل حلقتين لزاز قوي قوي عمل جو، وطبعا النجم الكبير الاستاذ صلاح عبد الله عمل لنا دور مهم في المسلسل، بس هو دور يتحسب ضيف وتحسب ما تحسبش ضيف، بس هو في الدراما هو عمل جدي بيظهر في اول حلقه واخر حلقه وشويه فلاش باكات كده في النص يعني، فده لطيف يعني. طبعا بيكسر فكره الروتين، بس لو الفكره تستحق ده، لما بيبقى الموضوع ده مقحم بيبقى دمه تقيل، لكن هي الفكره عايزه كده. بالاضافه للنجوم اللي موجودين معايا زي الاستاذ طارق عبد العزيز و استاذ سليمان عيد، الاستاذ محمد ثروت عامل شغل كوميديا حلو قوي، الاستاذ طارق الابياري، والاساتذه بتوع مسرح مصر زي مسرح مصر اللي هو الجديد محمد طعيمه عامل جو جامد جدا، وزي مصطفى حمزه وزي مغاوري، الحقيقه عاملين شغل حلو قوي. انا بس مش عايز انسى حد، بس الحقيقه يعني موضوع قوي جدا يعني.